السلام عليكم. مقارنة بين القوى العسكرية الأمريكية والقوى العسكرية لجميع الدول العربية، من منهم الأقوى؟ المساحة: تبلغ مساحة الولايات المتحدة 9,834,000 كيلومتر مربع، وتبلغ مساحة جميع الدول العربية 13,487,814 كيلومتر مربع. عدد السكان: يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 332,000,000، أما عدد سكان جميع الدول العربية فيبلغ 423,000,000 نسمة. الترتيب العالمي: الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، أما ترتيب الدول العربية على مستوى العالم فمن الممكن أن نقدرها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. ميزانية الدفاع: تبلغ ميزانية الدفاع في أمريكا 740 مليار دولار، أما في الدول العربية جميعها 174 مليار دولار. القوى العاملة: في أمريكا 146 مليون شخص، أما في الدول العربية 192 مليون. الدبابات: في أمريكا 6,100 دبابة، أما في الدول العربية 18,479. القوى الجوية: تبلغ في الولايات المتحدة 13,233، أما في الدول العربية 5,577. المدفعية: تبلغ عددها في الولايات المتحدة 2,740، وفي الدول العربية 8,296. القوات البحرية: 490 في أمريكا و 1,268 في جميع الدول العربية. الصواريخ: في الولايات المتحدة 1,766، أما في الدول العربية 2,915. عربات القطار المصفحة: في الولايات المتحدة 39,253، وفي الدول العربية 63,498. مدافع ذاتية الدفع: في الولايات المتحدة 1,465، وفي جميع الدول العربية 2,285. وطبعا هذه الإحصائية بعد أن قمنا باستثناء الأسلحة النووية الموجودة في الولايات المتحدة، والتي لا يوجد إحصائية دقيقة على عددها وعلى قدرتها التدميرية.